طيب فايز معك تفضل يا سالم. فايز انا ما طلبته لانه اصلا اليوم هو سبب مشكله وتر الجو كله. يا اخي ناصر الحربي رجل يعني بالنسبه لنا مثل صراحه، مثل احتذابه في الاعلام، رجل مهني احترافي درجه اولى يلاقي ما لاقاه اليوم من المتسابقين. يا اخي ما يبزينه والله، ابو نايف ما يستاهل الربع اللي ماسكه بحلقه واللي تجاوز عليه واللي يقطع فقرته واللي مسويها مرجله في غير وقتها واللي فزعه ضربت لها جدار. كل هذه حماقات وكل هذه امور ما كان ينبغي انها تحدث. يمكن ناصر الحربي نفسه ندم اشد الندم من شارك في كاريزما، ما يدرون احنا ما رجعناه الا يعني بالطلبات انه يرجع كمقدم في الصدم بشباب يعني اقل ما يقال عنهم ما عندهم مسؤوليه. انا فايز ما طلبت الحقيقه الكفش الروم كان طالب فهد. فهد يتكلم. انا عندي سؤال بس الاخ فايز، كيف حالك حبيبنا؟ مرحبا مرحبا يا فهد، الله يحييك حبيبي. كنت تقول انه بيقابل اهل الطرق ولا بيجي علم؟ ولا بيجي علم صح، وقابل هلا ممتاز. بيجي علم انت تهدد مين؟ انا ما اهدد حد. هاجل ما اهدد حد، تكلمت عليك تهددت عليك انت. انا اسالك انت نطقت في الشاشه، انت تقول بيقابل اهله ولا بيجي علم، ما هو العلم اللي بيجي؟ ممكن أصلاً ناصر، أصلاً انا ما كان معي. ممكن ناصر الغامدي خاف منك وخلاه يقابل اهله، ولا ناصر الحربي خاف منك وقابل اهله غصبا عنهم، ما ادري. بس انا اسال بيجي علم على من تهدد من؟ يا اخوي لا تحاول تقلبها علي، انا ما هددت حد يا سيدي الفاضل. انا ما هددت حد، وبعدين انا ما كان معي. انا بسالك سؤال، ابسالك سؤال. انت سحبت مايك زميلك واقفين على الستيج اللي هنا يا علي، وذكرت عشان اعلم المشهد انه شفناه طالع على هو، ما احنا في الراديو طلع هنا على الستيج، سحب مايك خويه وقال له ما شاف اهله بيجي علم. ممتاز. تهدد بيجي علم، ما هو العلم ومن تهدد؟ والله يا طويل العمر السلامه، هو لو ما قابل هلا ذا الليل ولو ما احب على راس ابوه ممكن يجي علم. ايه ايش هو؟ ما ادري. من يطلع مني تصرف مثل ما طلع التصرف اللي وانا في الهنجر يوم تصرف. الشباب يقولون انك تتهجم علينا بالعصا، انا ما تهجمت على احد. وليش ما طلع التصرف هذا والعلم قدام ابو سلطان؟ ابو سلطان ما يهددني ولا قال لي شيء. ابو سلطان اللي عليه، لماذا اللي تلعثمت؟ اللي عليه ابو سلطان. لماذا تلعثمت؟ لماذا تغيرت اللغه قدام ابو سلطان؟ اسمع اسمع ها، الان بيجي علم ابو سلطان. هل انت تهدد الكادر حق القناه؟ انا ما اهدد حد. انت تقول بيجي علم حد يا فهد. انت قبل شوي تقول بيجي علم ومعي عصا، تضرب من يا اخي؟ العصا شخصيه. عرفت كيف؟ انا 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 مديتها على حد. ما هو العلم؟ عصاي انا مديتها على حد. انا يا حبيبي العلم ما هو العلم؟ انا قلت لك بيجي علم. ايش هو طيب؟ لو ما حب فوق مثل راس مثل مثل ولكن مثل خالد ليش؟ خالد خوي. مثل ايش؟ خالد خوي. الان أبعلمك سلم على ابعلمك سلم على ابعلمك سلم على اصبر اصبر سلم على راس ابوه واستبعد، عرفت؟ وان جلست زي الطاير المرشوش قدام ابو سلطان ما تقدر تقول كلمه ولا تجي علم ولا شيء. يا اخي استبعد، هو طلع طرد برا البرنامج وانت قدام ابو سلطان ما قدرت تقول ولا شيء. يعني هل انت قوي الى درجه انك تخليه يسلم على راس ابوه بس ما انت بقوي تخليه يجلس؟ ما انت بقوي تدافع عن نفسك قدام ابو سلطان؟ ممكن هو لو بيجلس ممكن كان بيجلس معنا، عرفت؟ اي خلاص طيب يا ممكن. ايش رايك تسمع الاجابه؟ ايش رايك؟ انا بالنسبه لي ما تهمني انا. يلا فايز جاوب نسمع اجابتك. عرفت كيف؟ فهو لو ما سلم على راس ابوه ذا الليل بيجي علم. طيب بسألك سؤال فايز. اسال. هذا التهديد خاص بخالد ولا جميع زملائك؟ انا ما اخص باحد. يعني لحظه، لو كانت فقره ناصر الحربي الاسبوع الجاي بيطلع مني تصرف. فايز اسمع، الله يعطيك العافيه، احنا سمعناك وجاوبت والحين دورك تسمع. لو الحلقه الجايه ناصر الحربي احد زملائك ما شاف ابوه بيجي علم؟ شوف، اول شيء انا ما اعرف نظام الفقره، واول مره احضر الفقره هذه، عرفت كيف؟ يعني هذا التهديد اول واخير منك. الحمد لله ان شاف ابوه ولا كان يعني الاسبوع الجاي ما في علم. انا المفروض تعلمتونا وش سياسه الفقره هذه. استاذ فايز انا مقدر. استاذ عبد الله، الله ابو عبد الله الله يخليك لي. الاستاذ فايز العلم اللي عنده يجي اسبوع لا تفضل اسبوعين الاسبوع اللي بعده يعني هو بس المرجله تحضر وتغيب. العلم اللي عنده اوفر تايم، والحضور العلم تحضر على حسب يجي في العيد شفتات. لكن السؤال الاعظم فعلا، ليش قدام سلطان ما سوى شيء؟ العلوم غابت. حتى ابو سلطان ذب عليك وخنت معنا، انت معنا ولا وينك؟ قال ها لا ابو سلطان اسمع يا غامدي يعني السؤال الاعظم فايز، ليش قدام ابو سلطان ما انت يمنا ولا انت يم البرنامج؟ كنت وين؟ سارح وين؟ يروح يدور العلم.
دور العلم سقاط نجمي سوى سقاط نجمي فايز فايز هو كان ما يتقول علي بعدلك بالنسبة لأبو سلطان أنا أبسط لك الموضوع هو كان يعتقد الهواء مو عليه إيه. فكان بيحجج قال ما معي مايك ما معي قلنا احنا ما احنا براديو احنا تلفزيون فاكيد انت سحبت المايك من خوي قال ايه استوعب قال انا قلت الكلام لما جاء ابو سلطان ما كان داري ان الهواء موجود كان يعتقد الهواء وين برا مكان ثاني فتورط فقال دام اني قلتها قدام ابو سلطان بسوي نفسي كويس واذا طلعت مكان ثاني بقول لا بيجي علم بيجي علم ابو سلطان مو بعيد 50 كيلو عنا بيرجع مرة ثانية الأسبوع الجاي ولا ولا بعد بكرة طرد الرجال سمع قال وش بغيت بالعلم علمك ويش علمك ابو شل شنطتك وكع على بيتكم ولا وفوق ادفع الشرط الجزائي ما حلو وانت يا فايز براي بس طيب فايز بس أدبيا يا فايز إذا بتنادي أحد النقاد نادي باسمه مثل ما إحنا محترمينك وناديك باسمك كلمة يا غامدي يا فلان أحس إن فيها والله شوف والله العظيم إني الصدق الصدق إذا تبغى الصدق والله العظيم اني اضيع مره اني اقول ناصر ومره اني اقول لا استاذ علي الغامدي الناقد معك سالم يبغاك سالم بعد اذنك معني طيب. فايز انت معك عصا دالحين ايه لا تمشي بعصا انت معك دائما لا لا ما غير ذا اليوم وحاصل لي حاجه يعني معك عصا صد اللي اليوم اللي اليوم ايوه يعني يقول انهم يعلموا الاستبعاد عصا العزله تومي عصا العزله تومي باكل ساعه خطر من عيالنا سيكسرونها سؤال يا فايز السلام سمعت فهد معيان قبل شوي الناقد الأديب القريب يعني سلطان النقد وهو يقول فايز مسكين سمعته والله سمعته وش والله رايك؟ توقعت منه الكلام هذا وش رايك كلامه فيني كلمته هذه فيني ايه؟ مسكين ايه؟ احس انها نقص صدق ايش وش نقص كلمة المسكين ليه مسكين الرجال صلى الله عليه وسلم قال انا من المساكين واحب المساكين كيف نقص؟ لا لا ما حد مسكين. كيف نقص؟ كيف نقص؟ ما حد مسكين. النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا من المساكين وأحب كيف نقص؟ كيف نقص؟ يا رجال كيف نقص؟ بس ذا الحين ما في حد مسكين. ذا الحين العلم آخر مرة. والله إنك مسكين. الآن أنا الآن تأكدت إنك مسكين. كلنا مساكين. فايز. لا تمسكن الرجال يا فهد. أنت ما تدري. فايز. تسكن الرجال. فايز هل ترى ترحيلك لإبراهيم ظلم ولا تستحقه؟ ممكن يستحق. ممكن او ممكن ما استحقه لكن ما دام انه قال ابو سلطان شو متسابقين ما يدري يقول ممكن استحقه ممكن انه مسكين ممكن في علم فايز يا فايز المفروض يعني لك راي ولا مالك راي انا الاسبوع الجاي ما ادري اكل لي بقول يجي علم ولا ما يجي علم اساله ومرتاح ومرتاح ما قلت يا اخي قلت كلمه احتمها جاك عقوبه قول استحقها ولا استحقها وانت لا انا يتجلى يا اخي والله صدق يا جماعة الخير يعني أنا شيء نرفز اسمع السؤال الأخير يا فايز عشان أختم معك اسمع الرجال هل الأسبوع القادم بيجي علم إذا المتسابق ما قابل أبوه ممكن يجي بيجي علم ممكن 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 وقف ممكن قال ممكن ممكن يمكن لا يمكن يمكن لا ترى ترك الدوسري في مثل يقول له لا تروعهم والثانية بين ضلوعهم بين ضلوعهم الأسبوع ذا برايم ما ندري أنت تقعد الأسبوع الجاي ولا أعلمك شيء وإذا جلست الأسبوع الجاي ترى ما فيها الاستبعاد تاخذ شنطتك مع شرط جزائي اسمع أعلمك شيء أتحداه يهدد الأسبوع الجاي هذا تحدي أتحداك تهدد أنا أتحدى أنا أتحدى يا أبو عمير أنا أتحداك تهدد الأسبوع إذن شو الحلال هو ما شلت أعضاء من قدام سلطان أنا أتحداك الأسبوع الجاي تطلع وتقول نفس ما سويت على المسرح اليوم إذا ما شاف أبوه ومعك عصا إذا ما شاف أبوه وأخوانه بيجعل طيب وبنسميه بيجعل هل ناصر الحربي بنسميه بيجعل هل ناصر الحربي يستحق هذا التهديد منك الإعلامي الخلوق ناصر الحربي لا والله ناصر الحربي ما يستحق وانت الان من خلال المنبر يستفزك ناقد يا عزيزي يا فايز أنا والله انك خلوق والله انك مؤدب وردودك محترمه حتى على استفزاز فهد لما كنت اديب ومؤدب جدا يا فايز ناصر الحربي لانه خلوق ما يرفع صوته عليكم ولا يناقشكم تجي تهدده مره ثانيه وتقول ابى اهدد الاسبوع الجاي بيجي علم له انا قلت انا هدده انا اختصيت الرجال اسمع والله يا جماعه الخير لا تنسى يا قلت لك مسكين والله مسكين طيحك الرجال في البخ سحبك بالبخ بالكلام خلاك تهدد الرجال مرتين وتيجي تقول انا ما هددته تنجن انت تفقد الذاكره انا ارى انه الكرسي يا ولد معيال ليه يضحك كذا فجاه انا ارى انه الكرسي هذا يستأذن منه فايز وعبد الله لا عز لا لا فايز بالعكس انا ارى ان فايز شوف فايز خلينا نقول اليوم صار ردة فعل لكن انا اتمنى فعلا ان هذا برنامج وله سياسه وله قوانين قد تجهلكم اليوم قد تجهلك اليوم قد تغيب عنك لكن انا اقول انت مدين باعتذار لابو نايف ناصر الحربي
تمام؟ وانا اتمنى انك تستغل هذا المكان انك تقدم الاعتذار، مدين باعتذار ايضا لزميلك خالد المطيري. وهذه سياسه برنامج، يمكن ابوك يجي الاسبوع الجاي انت ما تقدر تشوفه، سكرون الباب دونك يا خالد. اول شيء طويل عمر السلام. فسياسه التهديد في البرامج يا خالد هذه منافسه مسابقه، مش لغه تهديد. لغه التهديد انت الخاسر الاول والاخير فيها، انت فايز، من سيخسر في هذه المنافسه مهما سويت مهما حاولت. اكسب لغه التهديد، لا تكسب دائما، لغه الوعيد لا تكسب. فايز انت محبوب، لك قبول، فما بالك انت ما تفعل حضور، فحاول انك يعني تظهر الجانب الاميز منك يا حبيبي فايز. المجال لك كلمه اخيره، انا اتمنى انك تستغل هذه الفرصه انك تشكر او تعتذر من الاستاذ ناصر، تعتذر من زميلك خالد، تودعهم واكسب يا اخي على الاقل في نهايه المداخله. ترى هذا المكان اللي انت فيه يا يرفعك فوق يا ينزلك، هذا المكان اللي انت جالس فيه كومفيش روم يا يرفعك يا ينزلك. مايك لك، لك دقيقه بختم هذه المداخله. يعطيك العافيه، يعطيك العافيه على حسن الخلق. اما عن ناصر الحربي المقدم، كان اول لقاء اصلا بيني وبينه اليوم، ولا بيني وبينه من قبل شيء، ولا بيني وبينه حتى الان شيء، بيني وبينه معزه ومقدريه وهو يدري ذا الحين. بس انت هددت الاسبوع الجاي، يا انت توعد بالتهديد الاسبوع الجاي. ولد انا قلت يمكن فايز، مش ممكن، لا مش يمكن. منطقي يا فايز، هذه فقرته يمكن، يمكن، يمكن. انك تهدد اعلامي في فقرته انت في شاشه يا فايز. يا اخي انا قلت يمكن، انا ما قلت اهدد. انا اطلبك بطل، انا اتحداك تسويها الاسبوع الجاي. لا تنزلق لهذا المنزلق يا فايز، انا اتحداك امام الملايين ان تسويها الاسبوع الجاي. ها تحدي، قول ما تحدي، اقبل التحدي، اقبل التحدي يا هذا. كفو. طيب فايز، شكرا لك. اما بالنسبه لخالد، اذا سويتها فانا اتعهد ان اطلع في هذه الفقره وتقول والله فايز، والله ما هو مسكين، وانه يقول يفعل والله فايز. والله لعد فقره اسئله ناصر، اقول ما ما هو اسم العام الذي ركب البركه؟ والله يا فايز طلع. يا ان سويتها طلع اسم العام يا فايز، ان سويتها انت تتابع شكرهم ذا وانت في بيتكم. شكرا لك، شكرا لك. أبشر. انا اللي حلف والله نتابعهم من بيتكم، لان ابو سلطان لن يتحمل تكرار مثل هذه الاخطاء. والله ما يقدر يسويها. هل فهد سحب فايز يا علي بهذه السهوله الى منزلق التحدي؟ فايز اول شيء عشان تدرون